تحية لكم، تحية للأخوة المشاهدين أهلا جميعا. بك. نأمل أن يحمل هذا المساء الخير لجميع السوريين أينما كانوا. هذا الموقف الذي عبر عنه الرئيس السوري من موسكو ليس جديدا. سوريا أكدت أكثر من مرة أنها لا تريد أو ليست في وارد تقديم أوراق مجانية لأردوغان يستخدمها في حملته الانتخابية. معروف أن الموضوع الملف السوري يحظى بأهمية، وهو موضوع رئيسي في التجاذبات الانتخابية وفي الدعاية الانتخابية في تركيا، وتركيا أصبحت على الأبواب، قرر صدر مرسوم الانتخابات، وبالتالي يعني لم يعد هناك وقت طويل. أردوغان محشور حسب استطلاعات الرأي، هناك استطلاعات رأي تؤكد أن المعارضة ستفوز، استطلاعات رأي أخرى تقول إن الطرفين متساويين تقريبا، بمعنى واضح أنه أردوغان محشور في الانتخابات ويحتاج إلى أن يمسك بهذه الورقة. ليس خافيا أن روسيا تريد أن يفوز أردوغان نتيجة العلاقة الوطيدة بين تركيا وروسيا في عهده، ونتيجة العلاقة الشخصية بين أردوغان وبوتين. روسيا تعمل يعني، حتى إيران أيضا أعتقد أنها تحبذ فوز أردوغان لأنها تختبره وعرفته، وهناك علاقات بين القيادة الإيرانية والقيادة التركية الحالية، طيب وبالتالي الطرفين يحاولان تدوير الزوايا الآن، تقديم أوراق، تقديم ضمانات لسوريا. سوريا موقف واضح وأكد عليه الرئيس السوري اليوم. كان هناك موقف روسي لافت يريد أن يقول اليوم بأن هذا الكلام لا يعني أن إمكانية اللقاء قد انتهت. منذ قليل صرح الناطق الرسمي، الناطق باسم الكرملين بيسكوف، بأن روسيا تعمل على تسليل العقبات وعلى التمهيد للقاء بين الأسد وأردوغان، وبالتالي روسيا تقول بأن المهمة مستمرة، وساطتها مستمرة. طيب طيب إذا كان على أردوغان أستاذ سلمان تقديم تنازلات أو يعني التخلي عن موضوع الاحتلال للأراضي السورية لتحقيق المصالحة مع دمشق، في المقابل ماذا على الحكومة السورية المنظومة السياسية في دمشق أن تقدمه لتحقيق هذه المصالحة؟ أردوغان لا يقدم تنازلات، وليس مطلوب منه تقديم تنازلات. أردوغان مطلوب منه أن ينسحب من الأراضي التي احتلها بطريقة غير شرعية. الجيش التركي يحتل الأراضي السورية ودخل بدون أي دعوة إلى الأراضي، ويدعم مجموعات إرهابية، وهو يمارس سياسة تتريك في الأراضي السورية التي يحتلها. يعني هو واضح النوايا التركية في احتلال هذه الأراضي أو ضمها حتى لأمد طويل، وبالتالي المطلوب من أردوغان تنفيذ القانون الدولي والانسحاب من هذه الأراضي التي يحتلها. هو لا يقدم تنازلات، هو يعيد الحق لأصحابه، يعيد الأرض إلى أصحابها، وبالتالي هذا الموقف مبدئي. ولا أعتقد أن الحكومة السورية أو القيادة السورية يعني تستطيع تخلي عن هذا الطلب أو عن المساومة في هذا الطلب، هذا يعني من أبسط الحقوق. نعم. بالنسبة لما على الحكومة السورية أن تقدمه، الحكومة السورية المفروض أن تقدم لشعبها وليس لأردوغان، أن تقدم حوار وطني، أن تقدم انخراط في العملية السياسية، أن تقدم حل سياسي يضمن مستقبل سوريا ويحقق كل يعني يضمن كل حقوق المكونات السورية، وينهي الاحتلالات، يساعد على انهاء الاحتلالات من خلال الحوار الوطني. نريد حوار وطني، المطلوب أن تقدمه، هذا ما المفروض تقدمه الحكومة السورية أو القيادة السورية للشعب السوري، وليس للأطراف الخارجية التي عبثت بوحدة سوريا وعبثت بسيادة سوريا وتحتل أراضي سوريا الآن. ليس مطلوب أن تقدم لهؤلاء شيء. طيب تحدثت عن الموقف الروسي أستاذ سلمان وأنه يؤيد أو ربما يعني روسيا تريد بقاء أردوغان في الحكم في تركيا، نسأل الموقف الروسي من هذه الشروط السورية للانسحاب، هل تؤيد هذه الشروط؟ وبالتالي إن كانت تريد بقاء أردوغان في الحكم وروسيا، هل من الممكن أن تضغط على النظام التركي لتنفيذ هذه الشروط في هذا الوقت الضيق قبل الانتخابات التركية؟ أنا معلوماتي بأن روسيا تحاول تدوير الزوايا، تحاول أخذ ضمانات جدية من أردوغان، وتحاول إقناع القيادة السورية بالضمانات التي تقدمها هي، وأيضا إيران أيضا حاولت
يعني تقديم نوع من الضمانات بأنها تضمن الجانب التركي، أو أنها أخذت تعهدات من الجانب التركي، لكن كلها تعهدات لفظية. ومعروف أن أردوغان يناور ويراوغ صحيح. ويماطل، والتفاهم بين بوتين وأردوغان الذي حدث في سوتشي منذ 3 أو 4 سنوات حتى الآن لم ينفذ منه شيئا تركيا. وبالتالي يعني لا يمكن الوثوق بأردوغان، ولا يمكن الوثوق بالتعهدات التي يقدمها التعهدات اللفظية. لابد من خطوات عملية. كان يفترض أن تقدم تركيا خطوات عملية على الأرض، يعني على الأقل مثلا انسحاب سحب المجموعات الإرهابية على الطريق الذي الدولي بين حلب واللاذقية، وفتح هذا الطريق الدولي. كان هذا إشارة، يعني يمكن أن يكون إشارة إيجابية، لكن حتى الآن تركيا لم تقدم أي شيء عملي يمكن أن يوجد ثقة لدى القيادة السورية بأنه يمكن أن يلبي مطالبها، أو أن يعيد يعني الأرض السورية، أو ينسحب من الأرض السورية التي يحتلها. نعم، أشكرك جزيل الشكر من دمشق سلمان شبيب، رئيس حزب سوريا أولاً.